والإصلاح خصلة من خصال الأمر بالمعروف، وهو من التواصي بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا سعى في ذلك. فجاء عليه الصلاة والسلام مرة إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، فأحس بشيء، فلم يقل لفاطمة أين زوجك، وإنما قال أين ابن عمك، فسأل عن المنزلة والقرابة، أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. القيلولة لم تكن عندي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار إلى حفظ العلاقة لأنه من الأقارب والأرحام؟ أين ابن عمك؟ بعد ذلك سأل عنه أين هو، فأخبره إنسان أن علي في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، متفق عليه. فكانت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. استعطاف فاطمة أين ابن عمك بذكر القرابة، وكرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توجه إلى علي ليسترضيه ولم يقل نادوه وهاتوه، ومسح التراب بيده عن ظهره ملاطفة له ومؤانسة، وداعبه بتلك الكنية الحبيبة إلى نفسه، ولم يعاتبه على مغاضبة ابنته مع رفيع منزلتها عنده، ومعلوم منزلة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عند أبيها، وهذا فيه الرفق بالأصهار وتسكين غضب الأصهار وترك معاتبة الأصهار إبقاء لمودتهم، لأن العتاب إنما يخشى منه إذا اشتد الحقد، وفي هذا أن أهل الفضل قد يقع بينهم وبين أزواجهم ما طبع عليه البشر من الغضب، وقد يدعو ذلك للخروج من البيت، وربما خشي علي رضي الله عنه أن يؤذي فاطمة بشيء فآثر الخروج والابتعاد مؤقتا، وحتى تسكن فورة الغضب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل شافعا لإعادة العلاقات بين الأزواج. كانت بريرة زوجة لمغيث، وكان في الرق، فعتقت بريرة وصار الحكم أنه يجوز لها فراقه إذا أرادت عدم الاستمرار مع زوجها الذي لا زال في الرق وقد صارت حرة، وكان متعلقا بها جدا وكانت لا تطيقه، فجعل يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، وفي رواية يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها، رواه البخاري. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عندها أن ترجع إليه، وقال لها لو راجعته، يعرض عليها لو راجعته، وفي رواية لو راجعتي فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال إنما أنا أشفع، ليس أمرا وإلا لوجبت الإجابة والطاعة. قالت لا حاجة لي فيه، لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. نعم قد لا تفلح كل المحاولات ولا تنجح كل الشفاعات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول. اتق الله فإنه ابن عمك، فإنه زوجك وابن عمك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الكذب للذي ينمي خيرا ويقول خيرا. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، رواه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يذكر أحيانا الطرفين بالحقوق. وعن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فلما فرغت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟
في أي منزلة؟ هل أنت قريبة من مودته، مشفقة أم متباعدة متمردة؟ هل أنت محسنة له أم كافرة بعشرته؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، لا أقصر في حقه إلا ما لم أقدر عليه. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد وحديث صحيح. وقد اقتدى السلف بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الصحابة الراشدون والأئمة المهديون والتابعون بإحسان لا يزالون يسعون في الإصلاح بين الأزواج والزوجات، سباقين إلى إعادة اللحمة والارتفاق، شهد التاريخ على جهودهم. وكانت الحيلة اللطيفة تستعمل، والموعظة تستعمل، والتأديب يستعمل، وقص القصص وضرب الأمثلة يستعمل، وتقديم النصيحة للطرفين يستعمل. بعث عمر بن الخطاب معاذ بن جبل ساعياً فقسم السعاية حتى لم يدع شيئاً، ومعلوم أن العاملين عليها لهم نصيب منها، لكن معاذا لم يترك لنفسه شيئا. فقالت لهم امرأته: أين ما جئت به مما يأتي به العمال أهليهم؟ قال: كان معي ضاغط، يعني رقيب، واستعمل التورية والتعريض، وقصده الرقيب أي الله عز وجل، وإلا فلم يكن معه رقيبا من عمر الخليفة. فقالت: قد كنت أميناً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فبعث عمر معك ضاغطاً؟ فقامت واشتكت إلى عمر: معاذ ما أبقى لنا شيئاً، معاذ لم يأتنا بشيء، معاذ ما. فبلغ ذلك عمر فدعا معاذاً فقال: أنا بعثت معك ضاغطاً؟ فقال: لم أجد شيئاً أعتذر به إليها إلا ذلك. فضحك عمر وأعطاه شيئاً فقال: أرضها به. وهذا التعريض لاستدامة الصحبة وفعل عمر لسد الحاجة. وكان الإصلاح بحلاوة المنطق، وقد يكون رجوع الرجل إلى زوجته بسبب حسن منطقها. فكان الحسن بن علي مزواجاً، وكانت النساء يرغبن فيه ولو أقامت عنده ليلة، لمكانه وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة طلق قرشية وجعفية وبعث إلى كل واحدة بـ20,000، وهو شيء كثير، وقال للرسول: احفظ ما تقول كل واحدة منهما. فقالت القرشية: جزاه الله خيرا. وقالت الجعفية: متاع قليل من حبيب مفارق. فأعجبه قولها فراجعها هذه بالذات، فكانت الرغبة في البقاء لإظهار أسفها على الفراق